هذه مغارة ما نعرفوش شنو اسمها، حاصيل نلقاوها في زريبة حمام. انا ومحمد عمدوني امر فاسيل المجموعة، ومعايا زميلي محمد امين بوهيلي. انا داخلين نشوفوا فيها المغارة دي شنو حكايتها. بلوتو هاك ما تشوفوا الحيوت بيض، ما عرفش اسكم عند ربي معمولين وقال هما دهنين العباد. حاصيلوا فما لهنا عناكب عادي يهبط عليك عنكبوت يطلع مسمام. الا وعلم شنو حكايته. نزيدو نقربوا شوية بطبيعة باش نلقوا حكايات خارجة من الحيط. اللوتة كيما نشوفوا أصلها مينة كانت هذه كارير يكسروا منه الحجر والفوسفات وما عرف شنو. إيف ولا تو ولا متروك. وهنا نشوفوا كان في الشكاير ما عرفش متاع شنو متاع الروس أبارامون يستنوا فيه باش يولي نفط نهار آخر. حسيلو الله أعلم علاش حاطين فيه الروس. يقولوا ولي كي تحط الروس وتحط كل وسخ وكالدم وحكايات هذيك راهو باهي للجميع ولاد بسم الله يحبوه. فوالا محمد امين بوهيري يسمع كلمة حبلت بسم الله خرج يجري. قلت بسم الله اللي كان فما حاجة ما غير ما تكسر راسي برشا في بالي بها زغوان فاهل على الناس هذوما، اما تضربوا لي على الطيارة من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. هكا مش يضربوني انا معناتها. الله العظيم.